اللي استرجعناها بين المياه اللي كانت تسرق والمياه اللي كانت تسرب. رقم مدهش لن يطاق لن يقبل. ومن هذا المنطلق هذه اعطتنا عزيمه باش نواصل في هذا العمل هذا، لان راهي خساره اقتصاديه كبيره، ولان الماء راهو ينتج عنده سعر عنده قيمه لازم نحافظ عليه. ومن بين المحافظه تاع الماء هي هذه التسربات، وحنا سنواصل ان شاء الله حتى نسترجع هذه الكميه اللي راهي تجي من السدود ومن الابار، وراهي عندك ندخلوا عليها بعض المعالجه ونوزعها وهذيك باش توصل لمواليها ولهم المواطنين. في الاسابيع القادمه ان شاء الله يكون عندنا لقاء ونجمع المديرين الولائيين للموارد المائيه والمديرين الولائيين للفلاحه حتى نربط الصله بيناتهم ونستغل المياه وين ممكن نستغلها بصفه عقلانيه وندعم الفلاحه.